ملاحظه بسيطه باش ما ناخذش وقت العباد. المشكله مش في التكفير راه في حد ذاته. المشكله انه التكفير مرتبط بعقوبه، والعقوبه الدينيه تعرف حكم الردة هو القتل. والتكفير يعتبر ردة. يعني الشخص كان مؤمن ثم خرج عن ملة الله وعن دين الله، وبالتالي يطبق عليه شرع الله، وبالتالي القتل. يعني المشكلة هو أنه الباب هذاك تحلوت وشرع اللي قلت أنت بعد الأئمة في المساجد. كي هو يجي يقول يكفر شخص، لو تقف المسألة عند هذيك في اختلاف الرأي ده بالرأسه، أما ما ينتج عن ذلك. لا، سلوكك قلت هذا كفر مثلا، يجي امام جامعة يقول لك هذا هذا السلوك، هذه الظاهرة مثلا، ما ينطبقش عليه. لا لا، ما ينطبقش. احنا نحكي بتكفير، انك شخص يقول سيء هذا كافر، وكافر شنو معناه؟ كافر سيء خرج على أمة محمد وعلى دين محمد، وبالتالي يطبق عليه النص الشرعي. اي نص الشرعي. وش هو النص الشرعي؟ الناس الكل تعرفوا اللي هو عقوبته قطع الرأس. فهمت؟ واحنا رينا 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 نتيجة الحالات هذه. الشهيد شكري بالعيد الله يرحمه كان نتيجة آراء، ونفس الشخص أدلى بتصريحات سرعت وشرعت لردة الفعل بشكل مباشر او غير مباشر، اللي هو السيد الحبيب اللوس. وتعاد نفس العملية مع منجي الرحوي. وكعلاش نعتبر انا كان ما تعداش الفصل 6 البارح، ما يتعداش اليوم، ما يتعداش لسبب بسيط، انه حالة الامبريز دو كونسيونس، الوعي الحاد في لحظتها. الناس تفاجأت كيفاش فيسع وبسرعة خرجت فتاوى لقتل، ووردت معلومات جدية واخذت بجدية من طرف وزارة الداخلية. وهذا ردة فعل انه تونس ما عادش بتستقبل يسيح دم ولادها وبناتها من اجل شطحات. انا نعتبرها شطحات على عباد لا يمتلكون الدين، ولا يمتلكون القدره على تاويله، ولا يمتلكون السيفه لاطلاق احكامهم، وزهق ارواح العباد ببساطه كما هكا معناها. اعتقد انه الفصل هذا جاء رد على كل ما عاشته تونس منذ على الاقل 23 اكتوبر من تجاوزات. ما نقولش تجاوزات، اكثر حتى من ذلك، لانه البلاد يمكن الطابع نتاع التوانسه، الخصله نتاع التوانسه هي اللي جنبت الانزلاق في موجه عنف ما كان لين عليها سلطان. تتذكروا تعدد الحوادث اللي صارت في علاقه مثلا بالعبدليه وبغيرها وبغيرها، واي حاجه تتعمل بيرسيبوليس ولا اللي غيره ديما تصنف في خانه الاعتداء على المقدس، الى درجه انك تقول انت شنو وين الحدود التي سيسمح لنا بها في تونس ما بعد الثوره في علاقه بحريه التعبير والمقدس. واعتقد انه الفصل هذا حاول يعمل توازن. يعني كان جاء قبل ممكن التوازنات ما كانش تعطي ما موجود حاليا، لانه كانت زاده كيما الورقه الحمراء يخرجوها لك. انت تجي تحكي على حريه المعتقد وحريه التعبير وحريه الابداع، وهو من غادي يقول لك حمايه المقدس. يعني كانها تحطت رهينه مساله حريه المعتقد وحريه التعبير وحريه الابداع في علاقه بالمقدس. واعتقد انه الصيغه اللي وصل لها الفصل 6 متوازنه بشكل انه يسمح بنوع من التوازن في الحفاظ على هالمجموعه هذه. الفرق بين التحجير والتجريم هو ثم شكون يقول لك التحجير منطق قانوني بحت 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 معناها على الاخر. يقول لك التحجير معناه ينجم يكون مخالفه والعقوبه تكون خفيفه، والتجريم معناه يصنف يعني جريمه وجنايه وعقوبه مشدده. انا اعتقد انه ليس على الدستور ان يحتوي مثل هذه التفاصيل، فالدستور هو دوره ارساء المبادئ العامه الضابطه لحدود العلاقات، لكن بعد عندك قانون جنائي، والقانون الجنائي هو الذي سيفصل معناها هل تعد جنحه او تعد جنايه. خاصه انا بالنسبه لي راه الفصل هذا نعتبره اجابه على المخاض اللي عاشته تونس الكل في علاقه بين حدود حرية التعبير والمقدس، خاصة أنه في المجلة الجزائية عنا قانون يجرم التحريض على التكفير والتباغض الديني والعرقي والكراهية وغيره، وفي عقوبة جزائية جنائية ماهيش مش جنحة. يعني شنو مش يضيفوا من إدراجه في الدستور؟ لا، أنا أعتقد يسكر مرة واحدة الباب نتاع التجاذبات ما بين العنصرين هذوما، حرية التعبير والمعتقد والإبداع ومسألة المقدس، يخلق لك التوازن باش نسكروها الباب ما يبقاش. خاطر الله غالب، حمل سامحني في الكلمه باش تضحكوا علي، انا قلت لهم كاين ولا صحفه لا بلابي الدستور التونسي، واحد يزيد الطن واحد يزيد الزيتون واحد خلي نفاوه مره واحده. انا فما شكون يحب اللبلابي؟ لا ما عنديش مشكله مع اللبلابي، اما الطريقه التي وقعت عام الباب في اللبلابي بدعه. لا يعني شنو سامحني دقيقه ممكن كيف قال بكري سفيان ثم عباد معناها ما تستاهلش مش استنقاص من قيمتها الانسانيه، اما الله غالب كل حد ما تنجمش تحط طبيب
يكتب تقرير جزائي وما تنجمش تحط محامي داوي واحد على الكلاوي، فهمت؟ يعني غياب ناس حقوقيين بما يكفي في المجلس التأسيسي وناس عندها خبرة سياسية ونضالية خلى فما برشا خلويد، سامحني في الكلمة، وبرشا خلت وكعلاش نص كما هذا يصفي بالنسبة لي ويعتبر إيجابي.